السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس المايكرو كنترولر. الكورس ده هيتكلم عن البيك مايكرو كنترولر، وهنتكلم عن لغة السي وإزاي إن إحنا بنستخدمها عشان نبرمج المايكرو كنترولر. وإن شاء الله لما تتعلم لغة السي مع البيك مايكرو كنترولر، بعد كده هتقدر إن أنت تبرمج أي كنترولر بسهولة جدا، حتى لو كان كنترولر مختلف عن البيك. يعني مثلا إن شاء الله بعد كده لو اتعلمت أردوينو أو اتعلمت حتى ريسبري باي، او اشتغلت مثلا على ارم، او اشتغلت على اي حاجه غير البيك مايكرو كنترولر، هتلاقي ان غالبا لغات البرمجه بتتشابه في حاجات كتير جدا. فطالما اتعلمت سي كويس، هتلاقي بعد كده ان موضوع البروجرامنج بالنسبه لك هيكون سهل جدا. طيب، الهدف من الكورس ده هنعرفه ان شاء الله في نهايه الفيديو، بعد لما تشوف الحاجات اللي انا هوريها لك. واعتقد بعد ما تشوف الفيديو ده هيبقى عندك حافز قوي جدا ان انت تكمل في التراك اللي انا هوجهك ليه في الفيديو ده. طيب، دلوقتي في وظيفة نادرة جدا، والشركات الكبيرة بتحتاجها بطريقة يعني طريقة فظيعة، وغالبا مش بيلاقوا حد يعينوه في الوظيفة دي، لأن الهاردوير ديزاين انجينير بيكونوا نادرين جدا. يعني نادرا ما تلاقي هاردوير ديزاينر شاطر وعارف كل الحاجات اللي أنا هقولها حاليا، وتقدر الشركة تعتمد عليه فعلا. والمرتبات بتاع الهاردوير ديزاين انجينير بتكون عالية جدا، أعلى من مرتبات الناس اللي شغالة في السوفت وير. وده مش يعني مش حاجات انا بقولها من وحي الخيال، لا، دي تجارب. ولو سألت اي حد شغال في شركة عالية هيقول لك ان الهاردوير ديزاين انجينير ده من اعلى المرتبات واعلى الاماكن في الشركات. طيب، ليه بقى الموضوع ده؟ وليه الهاردوير ديزاين انجينير بيكونوا قليلين؟ اول حاجة، الهاردوير ديزاين انجينير ده لازم يكون عنده نوليدج بكل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اولا، الكترونكس لازم يكون قوي جدا في الالكترونكس، سواء الباور الكترونكس او اللو باور الكترونكس. تمام؟ طيب، البار الكترونكس واللو بار الكترونكس ايه الفرق ما بينهم؟ دي مش موضوعنا دلوقتي، بس انا بديك الهيدلاينز او العناوين الاساسيه اللي المفروض ان الهاردوير ديزاين انجينير يكون اصلا عارفها. تمام؟ طيب، بالنسبه للالكترونيات اللي انت درستها قبل كده، سواء بقى الدايودز، الحاجات اللي هي الايه بتتعامل مع البارات القليله دي، اللي بنسميها اللو بار الكترونكس. تمام؟ اما الهاي بار، لو انا مثلا بعمل جهاز مثلا زي الانفرتر اللي بيتعامل مثلا مع الثري فيز ومع الوات العالي والحاجات دي، البار الكترونكس او الحاجات اللي انا بستخدمها في الانفرتر ده زي الترانزستور والموسفيت او الاي جي بي تي والحاجات دي اسمها باور كومبوننت او باور او اندستريال الكترونكس. تمام؟ المفروض ان الهاردوير ديزاين انجينير يكون عنده درايه كافيه بالموضوع ده، سواء الالكترونيات اللي هي شغاله في الباور او اللو باور. تمام؟ طيب، بالنسبه للهاردوير ديزاين انجينير ده، هل المفروض يبقى عارف برمجه او بيعرف يبرمج؟ ده اساسي. يعني طالما انت يعني مش عشان اسمك هاردوير ديزاين انجينير يبقى انت مالكش علاقه بالبرمجه، لا، ما ينفعش. لازم يكون عندك خلفيه قويه جدا عن البرمجه، بحيث ان وانت بتصمم الدايره اساسا ممكن تقابلك مشاكل في التصميم مش هتعرف تحلها غير في البرمجه. فعشان بس مش انت اللي هتحلها، انت هتروح لبتاع السوفت وير هتقول له يا باشمهندس خلي بالك وانت بتعمل الكود ان في حته فلانيه المفروض تعمل حسابك فيها في الكود، عشان انا عندي مشكله في الحته دي في الهاردوير مش عارف احلها. عشان كده الهاردوير ديزاين انجينير لازم يكون عنده معرفه قويه جدا بالامبيدد سيستم او بالبروجرامنج عموما. تمام؟ يبقى الهاردوير ديزاين انجينير مش هيشتغل بروجرامنج بايده، ولكن لازم يوجه التيم اللي معاه للطريقه الصح. تمام؟ طيب، الهاردوير ديزاين انجينير لازم برضو يكون عنده معرفه قويه جدا بالبي سي بي ديزاين. تمام؟ طيب، البي سي بي ديزاين ده مش معناها ان انا اعرف اطبع بورده واعمل الخطوط اللي على الدايره، لا، البي سي بي ديزاين ده علم كبير جدا جدا جدا، وفيه تفاصيل خطيره جدا، يعني متالف فيها كتب كتير. تمام؟ طيب، البي سي بي ديزاين احنا عندنا حاجه اسمها اللو سبيد وعندنا الهاي سبيد. التعامل مع الدوائر اللي شغاله في اللو سبيد غير التعامل مع الدوائر اللي شغاله في الهاي سبيد تماما. تمام؟ دي لها اعتبارات ودي لها اعتبارات تانية خالص. تمام؟ طيب، لو انت كطالب او كحد لسه بتتعلم وبدات ان انت تقوي نفسك في الالكترونكس، وبعد كده قويت نفسك في الامبيدد سيستم، سواء بقى اتعلمت لغه السي او اي لغات برمجه تانية، وطبقت مثلا على اي مايكرو كنترولر، وبعد كده اتعلمت البي سي بي ديزاين بس باحترافيه، صدقني انت مؤهل ان انت تشتغل في شركات كبيره جدا ومرتبات خياليه انت ما تتخيلهاش. طيب، لحد هنا الموضوع جميل جدا. الهاردوير ديزاينر كمان شغلته صعبه لسبب، لان لو هو عمل التصميم غلط دي مشكله كبيره جدا، وهيضطر ان هو يعيد التصميم من الاول. تمام؟ اما لو في مشكله في السوفت وير فانت ممكن تعالجها بدون ما تهد البروجكت كله من الاول. تمام؟ فالهاردوير ديزاين لو ما كانش محترف بيخسر الشركه
حاجات كتير جدا وفلوس كتير جدا، عشان كده الوظيفه بتاعته بتبقى حساسه. وفي نفس الوقت الشركات الكبيره عشان تعين واحد محترف وتدي له راتب عالي لازم فعلا يكون قوي وعلى درايه نظريه وعمليه كويسه جدا بكل الحاجات اللي انا قلت عليها دلوقتي. طيب مبدئيا كده، هل الكلام ده انا بقوله كده من وحي الخيال برضو، ولا الكلام ده انا طبقته ولقيت فعلا ان هي طريقه كويسه ان الواحد يتعلم كويس؟ تمام، يبقى دلوقتي انت عشان تبقى هاردوير ديزاينر كويس، تمام، لازم اول حاجه تتعلم الكترونكس، تجرب دوائر كتير، بعد كده تتعلم بروجرامنج، سواء بقى لغه برمجه تتعلمها وتطبقها على مايكرو كنترولر ايا كان نوعه، تمام، وتتعلم بي سي بي ديزاين كويس. طيب الكلام ده انا طبقته على نفسي، تمام، واوريكم دلوقتي الخطوات اللي انا مريت بيها لحد ما وصلت لمستوى كويس. اكيد طبعا انا مش هبدا يعني مستواي مش هيعلى مره واحده، لازم يبقى فيه خطوات تدريجيه. طيب تعالوا كده نشوف المراحل اللي انا مريت بيها لحد ما وصلت للمستوى اللي انا عايزه، تمام. طبعا هو مش نهايه المطاف، لان مفيش حد يعني بيوصل، طول ما انت بتتعلم هتحس ان انت قليل، يعني طول ما انت حاسس ان انت لسه ما وصلتش لحاجه، او مثلا طول ما انت حاسس ان لسه ناقصك معلومات كتير كده، تاكد ان انت على المسار الصح. ولكن لو جالك احساس ان انت كده خلاص يعني مش محتاج تتعلم حاجه تاني، تاكد 1000000% ان انت اصلا ما اتعلمتش حاجه، تمام. طيب تعالوا بقى ناخدها واحده واحده كده. اولا انا زي كل الناس جبت التست بورد عادي، اشتريت الكومبوننت بتاعتي، بدات اجيب دوائر من على النت واجرب. اول حاجه بدات بدايره الباور سبلاي اللي قدام حضراتكم دي، دايره بسيطه جدا، بدات اجرب اعمل التجارب بتاعتي، اقيس الخارج الكلام ده. طيب دي اول دايره بدات بيها. بعد كده بدات بقى ايه، اتعلم المايكرو كنترولر اللي احنا هندرسه الترم ده، وبدات برضو اجرب دوائر بسيطه جدا على المايكرو كنترولر اللي قدامكم ده، اللي هو اللي في النص ده، تمام. طيب بعد كده طورت شويه، بقيت اجيب شاشات واجرب عليها حاجات اعقد شويه. كل الحاجات دي انا بجربها على تيست بورد، لان انا لسه بتعلم فلازم اجرب على تيست بورد. طيب دلوقتي انا خليني شغال على موضوع التيست بورد ده. بعد كده ايه، هتلاقي ان الصور كل فتره انا بدخل حاجه جديده، يعني كل ما انت بتتعلم تلاقي نفسك بتدخل حاجه جديده. يعني ده المايكرو كنترولر قدامنا، وبعد كده رحت جاي مدخل الشاشه وكتبت عليها اسم وكده. يعني كنت ما تيجي تشتغل في الاول كده هتلاقي نفسك فرحان بنفسك شويه، فهي هتقعد تكتب اسمك على الشاشه وكده، فده طبيعي يعني، ما تقلقش على نفسك. طيب بعد كده بدات اجيب سنسورز جديده يعني ما تعملش معاها قبل كده، واربطها بالمايكرو كنترولر. يعني مثلا السنسور اللي قدامكم ده بيقيس المسافه، اسمه التراسونيك سنسور، ده بيقيس المسافه وبعرضها على الشاشه مثلا. كل ده انا لسه شغال على مرحله التيست بورد، يعني انا اتعلمت الكترونكس في الاول، وبعد كده اتعلمت بروجرامنج، ودلوقتي شغال في مرحله ايه، مرحله التجارب، ان انا بقوي نفسي، تمام. طيب بعد كده بدات ان انا اتعلم البي سي بي، وبدات اعمل روبوت صغير كده. الروبوت ده المفروض ان هو لما ايه، لما بيشوف اي حواجز ما بيصدش فيها، بيحول اليمه الثانيه، تمام. وزي ما انتم شايفين هنا كنت بستخدم بطاريه، البطاريه موبايل بتاع موبايل، بطاريه نوكيا قديمه يعني، كنت مشغل بيها الروبوت. هتلاقي طول ما انت شغال بيجي لك افكار، والدنيا هتلاقيها بتتطور معاك واحده واحده. طيب بعد كده بدات اشتغل على سنسور تاني. طبعا الصوره ديت قديمه تقريبا متصوره بعيد التليفون ارضي، فعشان كده الصوره وحشه جدا يعني. طيب السنسور ده اسمه ام كيو 2، بيقيس ايه، لو انت عندك تسريب غاز في البيت ولا حاجه، ده بينبهك وبيقول لك مثلا ان في تسريب غاز، وممكن مثلا تركب جرس ولا حاجه معاه بحيث يرن اول ما يحصل ايه تسريب غاز. ده من ضمن الابلكيشن برضو بتاع المايكرو كنترولر، ودي الخطوات اللي انا مشيت عليها. طيب بعد كده دي دايره تانيه، كنت جايب موتور، موتور اسمه سيرفو موتور، وبتحكم فيه عن طريق المايكرو كنترولر برضو اللي هندرسه السنه دي. دي برضو ابلكيشن على المايكرو كنترولر، وبرضو بوريك الخطوات اللي انت هتمشي عليها، تمام. دي دايره تانية كنت بتحكم في لمبه عن طريق البلوتوث، عن طريق الموبايل يعني. ودي دايره تشارجر، ليثيوم باتري تشارجر، تمام. طبعا لو انت ملاحظ هتلاقي ان كل فتره انا سبت التيست بورد وبعد كده دخلت على البي سي بي، بدات اعمل دوائر بي سي بي، تمام. فدي نفس الخطوات اللي انا شرحتها لك بالظبط. طيب كل ما تعمل دوائر بي سي بي اكتر، كل ما هتلاقي مستواك بيعلى، زي ما انت شايف كده هتلاقي كل فتره الدايره بيبقى شكلها افضل، بتتلم يعني، بتبقى حجمها بيصغر، وهكذا. هتلاقي مثلا الدايره دي اللي قدامكم دي دايره مثلا سي ان سي درايفر، تمام، دي دايره كنترول بتاع ماكينه سي ان سي. هتلاقي ان الدايره بقت منظمه، ولكن لسه حجمها كبير. طبعا الدايره دي تعيبها ان حجمها كبير، ولكن هي دايره منظمه وشكلها كويس كشكل، تمام، وبتعتمد على 3 مايكرو كنترولر زي اللي احنا هندرسهم السنه دي، تمام. ودي الدايره من ورا، طبعا برضو كنت فرحان كده بنفسي بكتب اسمي على البورد، تمام. دي دايره مثلا بتراقب الشحن بتاع السولار سيل، بطاريه الخلايا الشمسيه وكده، وبتقيس الشحن بتاع البطاريه وتتحكم فيه والكلام ده، برضو دي بتعتمد على المايكرو كنترولر. طيب الهدف من الدوائر دي
برضو بفكرك، انا بوريك التسلسل اللي انا مشيت بيه عشان اتعلم صح واوصل لمستوى كويس، تمام؟ في نفس الوقت بوريك ابلكيشن على المايكرو كنترولر اللي انت هتدرسه السنه دي. طيب ده برضو كنترولر بتاع ماكينه سي ان سي، ده دايره بتتسوق، دي دايره بتتحكم في اتجاه الموتور، تمام؟ هي على فكره بتتحكم برضو في سرعه الموتور، تمام؟ بس طبعا انت احنا يعني لما نيجي ندرس بعد كده هنعرف ان الريلي ما ينفعش ان انا اتحكم فيه بسرعه الموتور، بس في تعديل كده ينفع يخليه يتحكم في سرعه الموتور، لما نجيلها ان شاء الله نبقى نقولها. طيب بعد كده دخلت في حاجه اسمها الاي او تي، بدات اعمل دوائر بتتحكم في الاضاءه بتاع الشقه كلها من خلال الموبايل عن طريق الواي فاي. زي ما انتم شايفين كده هتلاقي الدايره صغرت والدايره اتلمت كده، والموضوع بقى ايه، بقى شكله اشيك يعني. على فكره الدايره دي شغاله بالبيك مايكرو كنترولر برضو اللي احنا هندرسها السنه دي، فانت هتقول لي البيك هي فين؟ هقول لك ان البيك تحت ال سي دي على طول، محطوطه تحت ال سي دي. طيب ادي هنا نفس الدايره اللي فاتت بالظبط، بس بتتحكم في 8 ريليهات، 8 ريليهات تشغلهم وتطفيهم من خلال البيك مايكرو كنترولر برضو، تمام؟ ومتوصل معاها مديول، حاجه اسمها واي فاي مديول، بقدر بتقدر ان انت تربطه على المايكرو كنترولر بتاعك وايرلس، وتقدر تتحكم في الاحمال بتاع البيت بتاعك، تمام؟ سواء بقى ثلاجه، تكييف، مروحه، اي حاجه تقدر تتحكم فيها، خلاص؟ طيب ده برضو من ضمن الابلكيشنز الخاصه بالمايكرو كنترولر. طيب بعد كده ده ابلكيشن برضو خاص بالمايكرو كنترولر، دي دايره بتتركب في مستشفى، بتقيس يعني بتستخدم في الصيانه بتاع المستشفيات. دي دايره برضو خاصه بالاي او تي سيستم. طيب حد هنا شباب، حد هنا ده مستوى انا وصلت له، تمام؟ لحد اللحظه دي. طيب بعد كده خلاص بقى انا زهقت بقى، يعني كل شويه اعمل دوائر زي دي، كل شويه نفس الشكل بنفس المنظر، فحبيت ان انا اطور اكتر، فبدات افكر في كومبوننت تانية تصغر لي حجم البورده، تمام؟ احنا عندنا نوعين من الكومبوننت، حاجه اسمها السيرفس ماونت كومبوننت، وعندنا السروهول كومبوننت. السروهول كومبوننت اللي هي اللي قدامكم دي، اللي هي المكونات اللي لها رجول وبحطها في البورده والحمها من اليمه التانيه. اما السيرفس ماونت كومبوننت، المكونات اللي هي مالهاش رجول بتتلحم على وش البورده، تمام؟ فبدات اعمل ايه؟ بدات ان انا اصمم دواير زي دي كده، تمام؟ يعني الدايره ديت بعد ما صممتها قلت انا هجرب برضو ان انا اطبع دواير دبل لاير، يعني خلاص انا كنت شغال، انا كنت شغال في الدوائر دي وجه واحد، يعني الكومبوننت بتتحط من وش واحد والتراكات في الوش الثاني، الخطوط او المسارات في الوش الثاني. اما في الدوائر الجديده دي لا، بقى في خطوط من اليمه دي وخطوط من اليمه الثانيه، والدايره بقى شكلها اشيك وبقت تترص بطريقه افضل، وبقيت استخدم مكونات سيرفيس ماونت كومبوننت. طبعا الدايره دي متصنعه في الصين، مش متصنعه هنا. والدايره دي فيها مايكرو كنترولر بس مش نوع البيك اللي احنا شغالين عليه، ده نوع اسمه اتميجا 2560 اللي هو مستخدم في الاردوينو ميجا اللي منكم اتعامل مع الاردوينو يعني. طيب بعد كده بدات اخش في دوائر اعقد شويه، حاجه اسمها دي دايره اسمها داتا لوجر سيركت. الدايره دي بتعمل ايه؟ الدايره دي بتعمل اكسس على اي جهاز موجود في مصنع وتقرا منه داتا، وبعد كده تبعتها لك على سيرفر، المهم ان هي ليها شغل كتير. طيب شوف انا كنت بادئ من التست بورد باسلاك، وقعدت اطور في نفسي اطور في نفسي لحد ما ايه، لحد ما وصلت للليفل اللي قدامكم ده. فما فيش حد يعني ايه بيوصل لمستوى عالي مره واحده، لازم تبداها خطوه خطوه، تمام؟ طيب دي الدايره بس قريبه شويه، يعني دي نفس الدايره اللي فاتت ولكن دي قريبه شويه، والتانيه ايه، دي قريبه شويه وشغاله، تمام؟ هتلاقي عندك هنا حاجات كتير جدا بقى، هتلاقي عندك هنا الكومبوننت اللي انت عارفها زي الريلي، زي المكثف، اللي ملحومين دول، دي المسفتات، دي اوبتوكابلرز، دي ده جي اس ام، ده واي فاي مديول. هتلاقي نفسك ان الحاجات دي كلها انت بتعرفها مع الوقت، كل شويه قاعد تطور نفسك وتجيب موديلات جديده وتشغلها، تطبع دوائر جديده وهكذا، تمام؟ طيب دي دايره تانيه وليها وظيفه تانيه كده، مش لازم نعرفها حاليا، بس غالبا هي شغاله بنفس المايكرو كنترولر اللي هو 2560، برضه دي كنت عاملها في 2020، كانت ايه يعني، دي تقريبا بتتحط، افتكرتها، دي بتتحط للاليفيتور للمصاعد، بحيث ان انت تطلب الدور اللي انت عايزه من غير ما تلمس الزراير، تمام؟ طيب دي سمارت هوم سيستم برضو، دي دبل لاير سيركت بتعتمد على المايكرو كنترولر برضو، ولكن مش نوع البيك، نوع تاني، تمام؟ ده اي او تي سيستم برضو شغال بحاجه اسمها نود ام سي يو، ده نوع من المايكرو كنترولر، نوع مختلف خالص. ده حاجه اسمها سويتش مود باور سبلاي، ده زي الباور سبلاي اللي احنا بنشتريه من المحلات، ولكن ده معمول على بورده، تمام؟ ودي حاجه اسمها دي سي باور كونفرتر. الدايره ديت دي حاجه اسمها ساوند سيستم بتاع المصاعد، اللي هي بتنطق الادوار، يعني تقول لك انت في الدور الفلاني، الدور الثاني، الدور الثالث وهكذا، تمام؟ فزي ما انتم شايفين كده يا شباب، المستوى بتاع الدوائر بيتطور واحده واحده واحده. طيب ازاي بقى انت توصل للمستوى ده؟ قلت لك هتتعلم الكترونيات كويس، بعد كده تتعلم برمجه كويس وتبدا تطبق على تيست بورد زي ما انا عملت في الاول، بعد كده تبدا تتعلم بي سي بي وتعمل دوائر واحده واحده كده لحد ايه، وتوصل لمستوى. دي مثلا دايره
عباره عن اتميجا 2560 بتتحكم او بتتصل مع حاجه اسمها الجي اس ام اي 9 جي. كل الموضوع هنا ان انا اقدر ان انا ابعت رساله للدائره دي عن طريق الموبايل، يعني اول لما تستلم الرساله تبدا تنفذ لي اوردر معين. يعني ممكن مثلا اوصل الموتور بالدائره دي، واول لما ابعت رساله للدائره دي من الموبايل اقول لها مثلا افتح الموتور مثلا او اوبن ذا موتور مثلا، تقوم مشغله لي الموتور ده من ضمن الابلكيشنز بتاعتها. تمام. طيب دي كانت دائره ميديكال. تمام. ده سمارت هوم سيستم برضو. تمام، مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، انا بس بوريك ازاي ان انت تبدا في او تاخد الموضوع واحده واحده، يعني ما تتعقدش او ما تشوفش ان الموضوع صعب. لا، الموضوع مش صعب خالص، الموضوع ممتع جدا. تخيل ايه؟ ان انت بتصحى كل يوم عندك هدف ان انت تعمل حاجه. تمام. يعني انا بصحى مثلا عندي هدف ان انا النهارده هشغل الدائره الفلانيه، واقعد ابحث واجيب مثلا حاجات اقراها واجيب فيديوهات اسمعها لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. ما تفتكرش ان المجهود ده اللي انت بتضيعه ايام الكليه ده هيضيع على الفاضي. يعني ما تفتكرش ان كل المجهود اللي انت بتعمله والحاجات اللي انت بتشتريها كل ده هيضيع، لا خالص. بعد كده ان شاء الله لما تتخرج والناس تشوف مستواك اللي انت وصلت ليه ده، صدقني انت اصلا هتاخد مرتب، انت هتقول يعني سبحان الله انا تعبي ما راحش على الارض، يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. تمام. طيب دي حاجه اسمها باور ستابلايزر. الاستابلايزر ده طبعا ده مش شغلي، هو ده شغل واحد زميل ليا، ولكن الشغل ده كله من جوه مبني على البيك مايكرو كنترولر اللي انت هتدرسها السنه دي. تمام. انا عايز بس اعرفك ان البيك مايكرو كنترولر ده تقدر تعمل بيه اي حاجه وتحطه في اجهزه شغاله في البيوت وبيشتغل. يعني الجهاز ده عندي مثلا في البيت بقاله 4 سنين او 5 سنين شغال على البيك مايكرو كنترولر، وما شاء الله عمره ما عطل يعني. تمام. الجهاز ده اللي هو بيرفع الكهرباء، بينظم الكهرباء في البيوت يعني. طيب ده جهاز تاني اسمه باور انفرتر. الجهاز ده برضو متصنع هنا من واحد زميل. يعني الجهاز ده من جوه كله مبني برضو على البيك مايكرو كنترولر. تمام. دي برضو لعبه بتاع ملاهي من جوه برضو مبنيه على البيك مايكرو كنترولر. انا عايز بس اوصل لك ان البيك مايكرو كنترولر دي ممكن تعمل بيها المستحيل زي ما بيقول. تمام. بس عايزه واحد يكون محترف الكترونيات كويس وبيعرف يعمل هاردوير ديزاين او بي سي بي ديزاين محترم. تمام. تمام. انا بس هوريك الصور، هعدي عليها سريعا كده. تمام. ده مشروع التخرج بتاعي. دي دايره تانية برضو. تمام. دي ماكينه لف محاولات برضو، ده مش شغلي، ده شغل واحد زميل. يعني الماكينه ديت برضو من جوه مبنيه كلها على المايكرو كنترولر، دي بتلف محاولات اوتوماتيك. تمام. دي بي اي دي كنترولر. تمام. دي دايره انا مصنعها في الصين برضو. ان شاء الله لما اللي هيخش منكم يعني القسم كنترول هيعرف الدايره دي وظيفتها ايه. تمام. تمام. انا بس بوريك كل الدوائر اللي انا عملتها لحد دلوقتي وازاي الموضوع بيتطور معايا. زمان شايف كده هتلاقي كل فتره الموضوع بيتعقد، لا اله الا الله. طبعا الدايره دي يا شباب شكلها سيء جدا وحاجه زباله. يعني الدايره دي اول دايره انا عملتها في حياتي، اول دايره بي سي بي عملتها فعلا في حياتي الدايره دي، وانا محتفظ بيها لحد دلوقتي عشان لما اوصل لمستوى كويس احطهم مع بعض كده واعرف انا كنت فين ووصلت فين. وقصدت ان انا اعرضها لكم في اخر الفيديو بعد ما اعرض لكم كل الشغل اللي فات، عشان تعرف ان محدش بيبدا كبير، لازم تبدا من الصفر وتاخدها واحده واحده. طول ما انت مصمم على هدف وبتسعى له صدقني هتوصل له، والله هتوصل له. وده اكبر دليل، يعني اكبر دليل المنظر اللي قدامك ده في الاخر اتحول لدايره زي دي. تمام. يعني ما فيش وجه مقارنه اساسا ما بينهم. يعني انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا بعد ما اشوف بعمل الدايره دي هروح اعمل الدايره دي. تمام. فان شاء الله باذن الله لو مشيت على الخطوات اللي انا قلتها لك دي، اعتبر ان دي روشته دكتور كاتبها لك يعني. فلو مشيت على الخطوات دي معايا طول الكورس صدقني هتعمل حاجات انت نفسك هتستغرب، هتقول انا عملت الحاجات دي ازاي. الفيديو ده انا بعتبره هو اهم فيديو في الكورس، لان كده كده المايكرو كنترولر ليه كورسات كتير جدا على النت، مش لازم يعني تتعلمه من محمد الشامي، لا هتلاقي الاف الناس بيشرحوه وتقدر ان انت تتعلمه بسهوله، ولكن الكلمتين دول لازم يعني لازم تمشي عليهم بالاخر يعني، عشان تبقى انسان ناجح واهلك يفتخروا بيك بعد كده، وان شاء الله ربنا يكرمك وتشتغل في شركات محترمه وشركات عاليه. وظيفه الهاردوير ديزاينر دي افضل وظيفه حاليا انا عن نفسي انا شفتها، يعني وظيفه نادره وفي نفس الوقت الشركات كتير جدا بتطلبها، بس لازم عشان تدخل في التراك ده تكون يعني مصمم ان انت توصل لمستوى كويس، لان لو ما وصلتش لمستوى كويس مش هتلاقي شغل اصلا. تمام. وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي مع بدايه الكورس، والسلام عليكم ورحمه الله.